النهارده. جلسه هنا بقى احنا في المجمع بتاع الورش، وعندنا كمان غير الورش معالي الرئيس عندنا شويه ابتكارات حلوه عايزين نتفرج معاليك عليها عشان تبقى نقطه انطلاقه لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الورش وهكذا. وعندنا هنا بقى الاستاف الدكتور ابراهيم عايزين رحمه. عامل رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، شرفنا بحضرتك. دكتور عبد المجيد رئيس قسم تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعيه. دكتور محمد رمضان رئيس قسم تكنولوجيا السكك الحديديه. النهارده ان شاء الله اداره التدريب المبادره امتى؟ النهارده ان شاء الله هنضحك نماذج قام الطلاب تصميمها في تكنولوجيا المعلومات. اتفضل يا احمد. انا احمد الشنتناوي طالب فرقه اولى برنامج تكنولوجيا وبرنامج احنا فكرنا انا والتيم تكنولوجي انفنتورز ازاي نساعد اهالينا اللي حصل لهم فقد في الاطراف، فصممنا ونفذنا طرف اصطناعي ذكي يقدر يحول الاشارات العصبيه الى اشارات حركيه ونقدر نتحكم فيها عن طريق الابلكيشن. حضرتك ممكن اوريك تقدر يعمل حركات. شكرا سيادة الرئيس. انا الطالب محمود رضا طالب جامعه برج العرب للتكنولوجيا. بنرحب الاول بحضرتك سياده الرئيس. انا طالب محمود رضا نقدر ان احنا نتحكم فيه عن طريق موبايل ابلكيشن، المهم يخليني ان انا اخد عربيات كتير في نفس الساعه في نفس المساحه. شكرا في حضرتك. انا مصدق فندم، انا الطالب بهيم عبد الحليم قسم تكنولوجيا المعلومات. حبينا نساعد عن طريق عصايه ذكيه فيها ثلاث حاجات: التراسونيك عشان العوائق، ثاني حاجه كاميرا عشان اهلهم في البيت يقدروا يتابعوهم، ثالث حاجه جي بي اس عشان يقدروا ان هم يحددوا الموقع بتاعهم. شكرا ليك. اول حاجه مرحبا بحضرتك سياده الرئيس بجامعه برج العرب التكنولوجيا، مع حضرتك الطالب محمد حسن من قسم تكنولوجيا المعلومات. اول حاجه احنا بناء على التطويرات وتوجيهات حضرتك في الصناعه بدانا نطور روبوت انه يتحرك داخل المصانع لربط بين خطوط الانتاج، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي انه بيقدر يتعرف على اللي هو بيقابله، وبناء على ذلك بيبدا اتخاذ القرارات. شكرا جزيلا. من جامعة برج العرب التكنولوجية مع حضرتك الطالب عز الدين محمد السيد محمد طالب فكرة أولى في قسم أي تي. تمام. كانت بتواجهنا مشكلة في الأماكن البترولية في تحكم مستوى منسوب البترول. بحيث نحمل العربيات خطوط الإنتاج، فعملنا جهاز بيتحكم في مستوى منسوب المية، ينقل من المستوى العالي للمستوى القليل بدون تدخل أي بشر مع حاله عن طريق الموبايل أبلكيشن بربط بيه، وكده بنكون حلينا التحكم في مستوى منسوب المياه. المشروعات دي هي من طلاب حاجات جامعات التكنولوجيا والابتكارات بتاعتهم بندعمها من خلال صندوق عقد التدريب والمبدعين، وكمان مع مبادره الدك بنحاول اننا برضه نسبورت هذه الابتكارات وربطها مع الصناعه لاننا نقدر نحول كل هذه الابتكارات من الطلاب المميزين الى الصناعه وتكوين شركات. طبعا هي دي الحقيقه شغالين عليها دعم. احنا بس ما عندناش معاليك بس الاي تي، عندنا كمان تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعيه. شكرين تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعيه عشان بقى المشاريع اللي حضرتك بنعملها وكده، يبقى برضه عندنا حاجه خط تكنولوجي يبقى خط ثاني بعد البكالوريوسات والناس دي. اهلا بك يا دكتور رئيس. انا الطالب فهد الدين عبد الغني طالب بكليه التكنولوجيا والمعدات. فهد الدين عبد الغني طالب بكليه التكنولوجيا والمعدات الزراعيه. قدرنا المكررات بتاعتنا ان احنا نتعرف على كيفيه طرق الري وكيفيه طرق اللاندسكيب وعمل المشاريعها وكيفيه صيانه المسطحات الخضراء، وبالطريقه دي قدرنا ان احنا نتعرف على اجزاء المحرك وبجد، وعرفنا ان احنا نفكها ونصين اجزائها كلها بالكامل، وان احنا ان شاء الله نطور حاجه حديثه ونعرف نتعامل مع احدث الطرق ان شاء الله في فك وصيانه كل الجرارات لمكافاه سوء العمل باذن الله. شكرا. يعني انتوا شغالين في ده وشغالين في ده مش كده؟ مش كده؟ مع بعض. ومشاريع دي احنا اللي قمنا نفكها كلها على ده مهم قوي دلوقتي، لان حجم جنب منكم هنا اهو في وادي النطرون ومستقبل مصر، في جنب منكم مئات الالاف من ابدنا هتبقى محتاجه مكان زراعيه ومحتاجه بإذن الله. ان احنا يبقى في عندنا ورا منها التامين الفني الخاص بيها يعني باذن الله. ده فرصه كويسه قوي. تسلم. شكرا لحضرتك جدا. نعم. باستخدام الطاقه الشمسيه عشان نوفر تكلفة توصيل خطوط الكهرباء، قدرنا ان احنا نعمل استهلاك طاقة شمسية بالنهار بس. لا بتشتغل فيه، ليها وحدات تخزين بتشتغل كتخزين طاقة في الوقت اللي العملية مش دايرة فيه. طلياتي. عندنا كمان قسم تكنولوجيا السكك الحديد بقى عشان نبتدي نطلع ناس مؤهلين ببكالوريوس يشتغلوا معانا في تكنولوجيا السكك الحديد. برحب بس يا طيب. اهلا وسهلا. انا نعيم بدر
مسعد جامعه تكنولوجيا برج العرب كليه صناعه وطاقه قسم سكه حديد. بقدم لحضرتك ده المشروع بتاعنا. ده عملنا محاكاه ما بين الواقع اللي احنا بندرسه دي، بندرس ماده مسارات السكه الحديديه ومسارات منظومه الفرامل، فعشان الطلبه يعني يعرفوا يشتغلوا ما بين النظري والعملي بدانا ان الطلبه يبداوا فعلا يشتغلوا على منظومه الفرامل اللي احنا نشغلها. وكمان عملنا ان احنا نعدل على منظومه الفرامل بالتحكم الالكتروني موجود هنا. طيب انا بس عايز اقول كل الكلام ده الشيخ اللي انا شفته هنا ده يعني احنا شغالين في برنامج كبير جدا جدا مع وزاره النقل ومع الزراعه، فيعني يا ريت يبقى في تواصل ويشوفوا الخدمه.